مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع لقاء جديد زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما يدور حول الشارع الاقتصادي المصري واهم الاحداث التي تحدث على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه هنقول اهم الاحداث التي حدثت في خلال الاسبوع السابق، وكان على راس هذه الاحداث في البدايه افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينه الأساس بدمياط. طبعا ده صرح جديد على أرض مصرنا الحبيبة لإعادة إفراز الصناعة المصرية، لأن من سابق العهد كانت مشهورة دمياط جدا إن هي مدينة مشهورة بالأساس وصناعات الأخشاب، وللأسف في الفترات الأخيرة كان تم البعد عن الصناعة دي، وكتير من التجار والمصنعين هجروا هذا النوع من الصناعات، رغم إن هي كانت صناعة مشهورة جدا وكان المكان معروف بصناعة الأخشاب. مع اهتمام الدولة والتخطيط الجديد تم إنشاء مدينة دمياط للأساس. رئيس المدينة أستاذ أسامة صالح، سيادة الرئيس افتتح المدينة بتضم 150 مصنع تقريبا، كلها بتقوم على صناعات الأخشاب لإعادة إحياء هذه النوع من الصناعات وتطوير الصناعة المصرية، لأن إحنا عشان نقدر ان احنا ناخد خطوات اقتصادية جيدة لابد ان احنا يبقى عندنا تصنيع في اتجاهين، تصنيع مباشر وتصنيع غير مباشر، وهو الصناعات المستلزمة للصناعة، فلازم يبقوا الحاجتين دول متوفرين عشان نقدر ان احنا نقيم صناعة، عشان نقدر نوفر عملة صعبة، نقلل كم الاستيراد، ونقدر ان احنا نعمل منتج يستوعبه السوق المحلي. الموضوع التاني برضو المهم جدا إن سيادة الرئيس النهارده كرم مجموعة من الفرق الرياضية المصرية، وهم أحرزوا مجموعة من البطولات والمراكز العالمية. على رأسهم كان المنتخب الوطني لكرة القدم اللي تخطى وحصل على بطولة إفريقية ومرشح حاليا لبطولة الأولمبياد في طوكيو، وأيضا لاعبي الإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وباسة المنتخب الوطني في استراليا. طبعا احنا شايفين ان سيادة الرئيس مهتم بكل القطاعات الرياضية للشباب المصري. يمكن قبل كده كانت الناس مهتمة بنوعية معينة من الرياضة او الدولة كانت متوجهة لكرة القدم فقط، النهاردة بقى فيه اهتمام باكتر من نوع من الرياضة، وده برضو بيدعم الشباب، لان احنا شايفين ان سيادة الرئيس على طاولة الاهتمامات الاولى بالنسبة له الشباب في مصر، فالاستثمار في مجال الشباب والرياضة بيدعم موقف الشباب، بيديهم فرصة، بيخليهم يبقى عندهم انتماء لبلدهم اكتر، بيقدروا يمثلوا بلدهم في الاولمبيات العالمية، ويقدروا ان هم يخلوا الناس يشوفوا المصريين بقوا عاملين ازاي دلوقتي. النهاردة هنتكلم معاكم في مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية. هيكون معانا سيادة المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية. مساء الخير يا جمال بيه. أهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. هو في موضوعين طبعا على الطاولة عايزين نبتدي بأحدهم، الاتنين يعني مهمين طبعا. نبتدي بالأولاني، بحكم ان احنا كنا بنتكلم عن الشباب، فالدولة متوجهة تجاه الشباب بدليل تعيين مجموعة نواب المحافظين في محافظات مختلفة، وفي بعض المحافظين ابتدوا يظهروا من الشباب، فده تمكين للشباب ان هم يظهروا على الساحة السياسية، وان هم يقدروا يقدموا مشروعات لبلدهم ويظهروا طموحاتهم واهدافهم ومقدرتهم على العطاء. انتوا بقى كمجموعة احزاب، ايه خطتكم بالنسبه للشباب؟ يعني تخطيطكم ايه بالنسبه للشباب الفتره القادمه؟ لان كمان الفتره القادمه فيها مجموعه استحقاقات، منها المجالس المحليه ومجلس الشورى، طبعا ما فيهوش شباب، الشيوخ ما فيهوش شباب يعني، لكن خلينا نقول المجالس يعني المحليه. هو 35 سنه الحد الادنى لعضويه مجلس الشيوخ، والشباب يعني هيكون لهم نصيب فيه برضه، يعني 35 سنه فيه. طبعا يعني مجلس الشيوخ من غير الشباب برضو لازم يبقى لهم برضو بصمة جواه. يعني لان انا حينما كنت عضو مجلس الشورى كان في لجنة الشباب موجودة، في
جوه المجلس. طبعا امال ايه، احد اللجان المتخصصه، لان ده مجلس يعني تشريعي، فلازم يكون فيه برضه لجنه شباب. و35 سنه يعني شاب طبعا يعني. و35 36 لغايه 40 سنه. وبعدين هو الميزه في الشباب دول ان هم ما بيخافوش. لا طبعا يعني الناس الكبيره بيبقى عندها حسابات اخرى، انما الشباب ما بيهموش يعني. مش حكايه ما بيهموش، الشباب بيبقى عنده فكر واعي، بيتطلع الى الافضل دائما، بيقول الراي والراي الاخر، عنده جرأة الادلاء برايه في اي مكان وفي اي زمان. ودي بنلاحظها وبنشوفها في منتديات الشباب سواء كانت المحليه او العالميه بحضور السيد الرئيس. ما هو برضه ده برضه جزء من انجازات سياده الرئيس، موضوع منتدى الشباب اللي اتعمل طبعا يعني ده هو افرز مجموعه من المهارات والخبرات الشبابيه اللي بقت موجوده على الساحه دلوقتي. وهو ده اللي دفع السيد الرئيس وحكومه ان الحكومه يعني يبقى في عدد من الشباب. نواب الساده المحافظين من الشباب من الاحزاب السياسيه، في سبعه من الاحزاب لانهم يبقوا محافظين خلاص. في سبعه من الاحزاب السياسيه، وده بيلقي عبء كبير على الاحزاب السياسيه انها يعني تقوم بدور فعال في تاهيل الشباب وتدريبهم وتسقفهم، لان من المحتمل ان يتبوأوا مناصب تنفيذيه وقياديه في مراحل مقبله في الدوله. فالاحزاب الشباب في الاحزاب السياسيه مش عشان يتولوا مناصب داخل الاحزاب السياسيه فقط، لا ده عشان يتولوا يؤهلوا تاهيل جيد، واحنا في حزبنا عملنا كده، عملنا تاهيل دلوقتي تاهيل دقيق للشباب، تاهيل في كافه المناحي واختبارات دقيقة على الشباب لكي يؤهلوا تأهيل دقيق حتى يكونوا جاهزين للتمكين في أي وقت في أي مشروع من المشروعات لأي منصب من المناصب القيادية أو التنفيذية. ولأن هم الشباب ولو لاحظنا حتى اللي بيتعين منهم محافظين في الفترة السابقة دي، على الرغم انهم في فترة في دورة تدريبية دلوقتي، انما في ناس منهم من اول يوم راحت التحمت مع المواطنين، اشتغلت والتحمت مع المواطنين. وديت برضو يعني ميزة الشباب ان هو عاوز يلتحم وعاوز يشتغل وعايز وعاوز يحل بعض المشاكل الحياتية اليومية في حينه. وبرضو وارد المحاولة والخطأ موجودة، واذا ما كانش هيشتغل مش هيغلط، ولكن في الاعلى السيد المحافظ اللي هو اكبر منه سنا يصحح له ويعلمه. ودي ميزة التجربة، ان انا بعلم الشاب من بدري ان هو ازاي يبقى محافظ، ازاي يبقى وزير. ودي حقيقة يعني مصر تعتبر رائدة فيها في هذه التجربة، يعني لأنها تجربة الحقيقة يعني على مستوى العالم من استطلاعي لبعض الأحزاب السياسية وخصوصا في العالم العربي، لأن احنا عاملين برضو الاتحاد العربي للأحزاب السياسية وأنا رئيسه، ده مش موجوده في بلدان عربيه في غالبيه البلدان العربيه. وجود الشباب ده مش متوفر. لا 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 لا، ذكر الشباب الاحزاب السياسيه في تولي المناصب القياديه دي ما عملهاش غير رئيس السيسي هنا في جمهوريه مصر العربيه لتاهيلهم وتمكينهم. وانا متوقع من خلال الاطروحات اللي هم كانوا بيطرحوها في منتديات الشباب سواء المحليه او المحليه على السيد الرئيس انهم هيطرحوها في محافظاتهم اللي هم اشتغلوا فيها دلوقتي، وبرضو هيتبناها الشباب، لان الشباب حينما يتعامل مع شاب فيبقى الفكر واحد، فالقناعه بتبقى واحده، وفي هذه الحاله بيبقى نسبه النجاح المحتمله عاليه شويه عن ما تبقى في فرض عليه حاجه معينه. طيب عايزين بقى نروح لايه، لموضوعين. موضوع حضرتك في موضوعين على الساحه حاليا اقتصاديين. في موضوع اولاني وهو قانون مخالفات المباني، المصالحات في مخالفات المباني. الموضوع طبعا بيشغل الراي العام، لان في نسبه عقارات فيها مخالفات كتير. قانون 17 لسنه 2019 بالظبط. القانون ده هو بالفعل اتعمل له لائحه تنفيذيه والمفروض يبتدي يتطبق. كويس. حضرتك شايف خطواته هتبقى سريعه ولا هيبقى محتاج تعديلات تاني في اللائحه التنفيذيه بتاعته؟ هو دايما القانون بيترك اللائحه التنفيذيه للوزير المختص،
لان ممكن في اثناء التطبيق يطرأ بعض الامور التي غابت عن المشرع، فبيحق للوزير المختص انه يذكرها في اللائحه التشريعيه طبقا لحاجه العمل اثناء التطبيق. فالقانون رقم 17 لسنه 2019 شان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، انا اعتبر هو من القوانين الممتازه اللي هي يعني انجزها المجلس في دورته الحاليه، لانها كان يتعين انها كانت لازم تصدر، لازم تخلص، لازم تصدر وتخلص. لان انا دلوقتي لما يكون حد بنى بالمخالفه لاحكام القانون، ما هو تكلف مواد بناء وتكلف فلوس وتكلف اسمنت وحديد ويد عامله و وناس سكنت واستفادت، يعني في المكون دخل فيه. وبعدين في مشكله كبيره ان انت العقار للمواطن المصري هو راس ماله، يعني هو تحويشة عمره، ما ينفعش تدي له شقته، يعني يقعد في الشارع ما عندوش بديل. بس شريطة ان هو ما يكونش بقى يعني ما يكونش في حاجه سلامه انشائيه بقى، يعني ما يكونش يعني عماره هتقع او كده يعني. هو القانون اشترط طبعا يكون ايه، هو اشترط شهاده ان يبقى سلامه المنشا ان هو يتحمل وانه يكون مرافقه مظبوطه. دي حاجه اساسيه، يعني الاشتراط بتاع شهاده سلامه المنشا تكون من مهندس استشاري او جهه استشاريه عشان سلامه المبنى كله عشان ما يقعش. والقانون اعتبر هذه الشهاده في حكم الاوراق الرسميه، يعني تعامل طبقا لقانون العقوبات كانها محرر رسمي، كانها رخصه، كانها محرر رسمي عشان لو جت مزوره او غيره ما انا هجيب القانون دي مسؤوليه على اللي بيحررها. اعتبر هذه الشهاده ده من قدمتها، انا قدمتها كمواطن بتصالح ضمن اوراق المستندات، اصبحت في حكم المحرر الرسمي، شهاده رسميه، في حكم المحرر الرسمي يطبق عليها احكام قانون العقوبات، لان انا ما اروحش اجيب شهاده مضروبه ويدخلها للدوله، عرض حياه المواطنين الساكنين في هذا العقار للخطر. طبعا يعني القانون كان حريص في المشرع، كان حريص في هذه القصية بالذات. ده دي حاجه من ضمن المستندات المطلوبه. ولجنه، في لجنه مختصه مشكله، واللجنه هي عليها انها بتجري معاينه على العقار وتشوفه عشان التقييم، للتقييم، وتستوثق من الاوراق والمستندات المقدمه والملكيه وبرضه احنا عندنا اصل حضرتك ممكن يكون باني على ملكيه ارض غير مش ارضه مش بتاعته. وبعدين عندنا مشكله اكبر، يعني حضرتك ممكن يبقى في عمارتين في نفس الشارع جنب بعض، واحده بتمن واحده بتمن، اكيد في التقييم هيبقى فيها قطعا، يعني هيبقى فيها اكيد في التنفيذ فيها حوارات. هي التقييم ده متروك للجان، ولكن هناك موضوعين، عبء يقع على عاتق الدوله وعبء يقع على عاتق المواطن. العبء الذي يقع على عاتق المواطن ان المواطن الذي لديه مخالفه عليه ان يتقدم فورا بطلب الى الجهه المعنيه وهي اللجنه المختصه الواقعه في دارتها العقار المخالف، ويستكمل المستندات بعدين، بس يتقدم بالطلب حاليا عشان ما حقه ما يضيعش بعد كده في خلال المده اللي حددها القانون، خدت بال حضرتك؟ ويستكمل المستندات بعدين، ما يقولش لا انا عاوز استكمل المستندات والملف مش جاهز. وبعدين حتى القانون نفس المحافظين، هو في اجتماع المحافظين مع السيد رئيس الوزراء نبه قال ان اللجنه تقبل الطلب ويتم استيفاء المستندات بعدين، مش اللجنه تقول له لا استوفوا المستندات، هات المستندات كامله الاول، لا يقدم الطلب الاول، يقدم الطلب يقبلوه عشان بس ما يديش حق، عشان ما يديش حقه في التصالح، وبعدين يجهز المستندات بعد كده. يعني انا بلاش المواطن، اي مواطن عنده مخالفه يتقدم الطلب، يروح يقدم الطلب ويقول له وبعدين يستوفوا المستندات بعد كده، ما فيش مشكله خالص، ياخد خطوه. وعلى اللجان بقى ان تيسر المواطنين، لان انا كنت في زياره ميدانيه لإحدى محافظات، المحافظات بعتبرها المحافظة إحدى مراكز المحافظات النائية، وهو بعتبره مركز نائي، وهو بالتحديد مركز الواحات البحرية، خدت بال حضرتك؟ وكان قدموا شكوى مرة من عملية التقنين دي، إن اللجنة لم تعمل حتى تقنين الأراضي، اللجنة لم تعمل، لا ده أنا بتكلم على الأراضي والمباني، لأن هم أصلا كلهم بانيين بيوتهم على أملاك دولة، على املاك دوله، على املاك دوله اصلا دي في الواحات، في الواحات البحريه. والحقيقه حتى انا المسؤولين مش يعني في غيبه عن بعضهم، في غيبه عن هذه الامور،
و واحنا معانا مداخله بتفضل من دكتور مهندس حسين جمعه رئيس جمعيه الثروه العقاريه. مساء الخير يا حسين بيه، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بيكم واهلا بالضيف الكريم. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك عامل ايه يا فندم؟ اهلا وسهلا. الحمد لله، اهلا بيكم وبشكركم على الموضوعات الساخنه اللي انتم بتناقشوها بصراحه، ولا تحت امركم يعني. احنا عارفين طبعا، اصل انت يعني من احد كبار مهندسين مصر، يعني من الله يبارك من مشايخ المهندسين العقاريين. الله يكرمك. وقلنا يعني احنا كنا بنتكلم على موضوع التفعيل بتاع قانون المخالفات. تمام. التفعيل بقى على ارض الواقع. تمام. حضرتك شايف بقى ان المواضيع هتبقى محتاجه شويه تعديلات، ولا ممكن بقى ان هو يتفعل؟ بص اقول لك على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والله بص اقول لك على حاجه. حضرتك علي صوتك سنه بس. نعم يا فندم. علي صوتك شويه بس. بالنسبه لموضوع قانون التصالح على المخالفات، يعني الحقيقه في ليا ملاحظات كثيره جدا جدا جدا، ومن ضمنها ما ذكره سياده المستشار. اول حاجه ان الـ يعني القانون ما خدش وقت كافي في اعداده، يعني يعيبوا بعض الداتا اللي ناقصه فيه، لانه تقريبا يعني كان الناس مكلفه ان هي تصدره في وقت معين، ودي طبعا تعتبر غلطه ان احنا النهارده نكلف لجنه ونقول لها لازم تخلصي في الوقت المعين ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، القائمين على متابعه تطبيق القانون في الاحياء وفي المدن وفي الجهات المعنيه الاداريه ما خدوش دورات تدريبيه، ما خدوش معلومات. اقسم بالله رحنا في، بلاش نقول في الاماكن اللي احنا رحناها، قالوا احنا ما نعرفش يعني الموضوع بيمشي ازاي، مش عارفين ينفذوا ازاي. لا مش عارف، ما عندوش اليه معينه. يقول يعني قال لنا طب احنا هنبعت للوزاره والوزاره ترد عليها. هذا الكلام ما عنده اليه ولا يعرف يعني المستويات المطلوبه ايه، ولا يعني هو كان يعني زي ما يقول الباشمهندس كده، كان المفروض ياخدوا دوره تدريبيه ويبقى عندهم. طب انتوا ليه يا باشمهندس ما تعملوش حاجه زي دي في النقابه مثلا، او في الجمعيه عند حضرتك، يعني بحكم ان انت من احد المحافظين على تراث مصر العقاري؟ يعني لك بص يا راجل، ال 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 القانون محتاج بعض التوضيحات، دي اول حاجه عشان وقت البرنامج. تاني حاجه، الناس اللي اللي هتطبق القانون محتاجه ان هي تاخد تعمل اجتماعات وتعمل لقاءات او هم ياخدوا دوره تدريبيه لتطبيق القانون. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المشكله الكبيره زي ما قال سياده المستشار، موضوع التقييم. المقيمين النهارده الموجودين في مصر عددهم قليل جدا، يعني مصر كلها مثلا لا يتعدى المقيمين المعتمدين فيها 300 مقيم. فازاي 300 مقيم هيقيموا ملايين العقارات اللي عايزه تتقيم وعايزه تتصحر؟ وانا كنت لسه بقول لسياده المستشار ان ممكن تلاقي عمارتين جنب بعض في نفس الشارع، ودي بسعر ودي بسعر. لا ده في نفس الدور، في نفس الدور، لا ونفس المساحات، ممكن شقه ناصيه تختلف عن الشقه القبلي، عن الشقه البحري، عن الشقه الخلفيه، عن الشقه الجانبيه، في نفس الدور. ممكن الشقة يعني السعر يختلف، يختلف اختلاف يعني ممكن يصل الى 10% 15%. فعدد المقيمين غير كافي. دي النقطة الثانية والخطيرة، نقابة المهندسين للأسف وأنا يعني بنتمي إليها رسومها عالية جدا. يعني النهاردة لو أنا مثلا عندي شقة 200 متر، أبص ألاقي النقابة عايزة مني رسوم بس مثلا يمكن حوالي 10 15 ألف جنيه، والاستشاري عايز له 10 10000 جنيه. يعني القانون محدد من 50 ل 2000، واخد بالك؟ والنقابه محدده رسوم اعلى. انا شخصيا معترض، يعني معترض عليها، لان ابص الاقي مثلا عشان اقيم، عشان اخد تقارير او اعتمد شغلي من النقابه، ادفع في النقابه 10 10000 جنيه، ولا 8000 جنيه، ولا 7000 جنيه للشقه الصغيره، والاستشاري بالتالي بياخد لي بقى ادفع 15 20000 جنيه فورا للنقابه عشان تعتمد لي التقارير دي في الوقت اللي المخالفات نفسها بتتقسط.
يعني انا ممكن اقسط ال 100 جنيه دول المخالفة بعدين هتتقسط، لكن الرسوم اللي هم هياخدوها في الأول هياخدوها كاش. فالموضوع صراحة محتاج محتاج يعني حزمة تنظيمية. محتاج ودي حاجة. الحاجة التانية بقى، في كام نسبة كام ناس اتقدمت لغاية دلوقتي والمدة قربت تخلص؟ فين التوعية؟ فين الإعلام؟ فين الكلام ده كله مش موجود. محتاج الناس يتحط له النهارده يقول لك طب انا هيعملوا لي ايه؟ طب انا ما انا هم الموضوع كده ببقى يعني بصراحه يمكن نسبه الناس اللي قدمت قليل جدا. يعني عايز تعمل له خطوات تنفيذيه قصدك؟ المفروض القانون، يعني القانون يعني عايز توعيه الاول، وعايز توضيح، وعايز ارشاد، وعايز تدريب للناس، وعايز الناس تعرف لو ما راحوش هيحصل لهم ايه، بس تمام مش بتخويف، لا بحافز. تمام وربط الكلام ده كله بالمرافق مهم جدا. تمام يا دكتور. فاتمنى يعني طبعا الكلام اللي انتوا بتقولوه كله زي الفل، بس يا ريت نضيف كمان الكام جزئيه ديت. ان شاء الله وانا تحت امركم والله. ربنا يخليك يا دكتور، تعيش. اهلا بيكم. شرفتنا. أهلاً. شكرا. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. هو بالفعل اللي بيقول الدكتور صحيح، ان القانون لم ياخذ حيزه الاعلامي الكافي، ما تعملوش توعيه بحيث ان يعني زي ما جم يعملوا الاعداد، على الرغم من ان ايه اللي اتقدم لغايه دلوقتي من طلبات 89199 طلب تقنين. من كام؟ ما العدد الاجمالي بقى، ما العدد الاجمالي ده ما فيش حصر كافي له. مش ما فيش حصر كافي له. يعني خدت بالك 89000 تقدموا بطلبات حتى الان. ده انا من وجهه نظري بعتبر الرقم ده متواضع، لان الاعداد اكتر من كده. خدت بال حضرتك؟ يعني هي الدوله، والدوله حصلت 30 مليون جنيه من الرسوم. حصلت بالفعل من رسوم هذه الطلبات. دي طلبات تصالح على عقارات مخالفه. حصلت برسوم، رسوم وليست قيمه، وليست قيمه. 30 مليون جنيه رسوم وليست قيمه. خدت بال حضرتك؟ وبرده نتيجه تقديم هذه الطلبات، ال 89 الف طلب دول، هيئه التخطيط العمراني وافقت على بعض الخرائط العمرانيه في الاحوزه العمرانيه جديده في عدد 17 محافظه. لان بتقدم طلبات، فنزلت اللجان شافت لقيت ان في اماكن يتعين ان تدخل في الاحوزه العمرانيه. تمام. فبقى خاطبت هيئه التخطيط العمراني، ضمتها، فجت بفايده. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا زي ما بنقول الموضوع عايز تكامل، وعايز اعلام، وعايز اعلان. خدت بال حضرتك؟ بحيث ان كافه المواطنين يعلموا ان المخالفين اللي يتعين عليه ان يتقدم بطلب خلال المهله ويستوفي بعد كده، لان لو ما تقدمش ضاع عليه التصالح. خدت بال حضرتك؟ برضو اللجان المختصه بقبول هذه الطلبات اعتقد انها برضو تحتاج الى تدريب كافي. طب هو لو الموضوع حجمه كبير كده، يعني معلش والله، يعني الواحد ساعات يعني ايه بيجي له افكار كده يسال نفسه، يعني ليه الموضوع ده مثلا ما تعملوش هيئه؟ هيئه تبقى هي دي شغلتها، او شركه قابضه للموضوع ده عشان تبقى متفرغه له. يعني ما ينفعش النهارده الموظف بتاع الحي هيبقى بيطلع رخصه مباني وبيتصالح في مبنى مخالف وبيقنن حته ارض، يعني برضه الموضوع ضغط مش عادي. هو يا وجهه نظر سيادتك، يعني وجهه نظر محل اعتبار، ولكن من المفترض ان المخالفات لن تدوم. يعني من المفترض انها لن تدوم، هي كانت فتره مؤقته. فتره. وخدت بال حضرتك؟ وهتنتهي بان كله هيبقى هيتصالح ويقول له توفيق، اوضاعه الموضوع يخلص. لما يجي يطلع عاوز يبني يلتزم بالاطار القانوني بما نص عليه القانون ويستجلب رخصه و و و. فاذا الموضوع لا يحتاج الى، يعني بوجهه نظري الشخصيه، الى هيئه متخصصه تقوم به، ولكن قصدي حضرتك ان دي حاجه مرحليه، حاجه او كانت لجنه مثلا. حاجه يعني دي يعني جهه تبقى مسؤوله عنها، هتنتهي بانتهاء الغرض المخصصه من اجله، بس تتفرغ هذه اللجان لهذه المهمه. الموضوع ده بس انا ما اجيش انا في مجلس المدينه مثلا ايا كان، او في الحي الفلاني ايا كان، اشكل هذه اللجنه برئاسه مدير الاداره الهندسيه، هو عنده الشغل يشغله 24 ساعة. خدت بال حضرتك؟ ما اجيش انا اعمل هذه اللجنة برئاسة سكرتير عام مساعد،
طب انا عشان اعملها بس ساعه مش افرغهم بقيه اللي جاي اللي هو بيرقصها عشان تتقال من حاجه ثانيه عشان تبقى خاصه هذه اللجنه. فهو الموضوع عاوز تكاتف من الناحيتين زي ما انا قلت لحضرتك من المواطن ومن الحكومه حتى يتم تفعيل قانون 17 لسنه 2019 وياتي الثمار الذي شرع من اجله عشان ايه نرجع اللي هو اتعمل عشانه القانون عله المشرع ايه في ان هو عمل قانون بتاع عشان يقارن اوضاعهم عشان يقننوا اوضاعهم وكل واحد يبقى عايش حافظ على حقه في بيته آمن مطمئن مش هيجي له إزالة في أي وقت والدولة تاخد حقها الدولة لأن ليس من المعقول أبدا أن حد يبني بدون أن يؤدي الرسوم ودون أن يدفع قيمة الأرض ودون لا غير فيهاش عدالة. العدالة المطلقة أن الكل لازم يبقى زي بعض ويبني على أرض لازم يكون دافع ثمنها يستغرق رخص ويدفع رسومها ويدفع تأمينات للعاملين اللي بيشتغلوا وكل ما يلزمه من إجراءات. مقابل ذلك يبقى خد رخصة خد سك بهذا البيت يستطيع أن ينقل ملكيته لأن الثروة العقارية المصرية يجب أن تصان. الثروة العقارية المصرية لن تصان إلا بالتسجيل. وأنا أعتقد حينما كنت في اللجنة التشريعية مسكين اللجنة التشريعية في مجلس الشورى جالنا وزير عد في ذلك الوقت مرتين ثلاثة رحمة الله عليه المستشار فاروسي في النصر وطلب مننا ان احنا نعمل قانون وكان جايبه معاه تخفيض رسوم التسجيل قال انا عاوز احافظ على الثروه العقاريه المصريه. ايوه انت عايز كل الناس يسجلوا قال الرسوم الناس كلها هتروح تسجل وقال لنا الرسوم مرتين ثلاثه خدت بال حضرتك خفضتوها بالفعل خفضناها ثلاث مرات خدت بال حضرتك الا انه اثناء التطبيق في مكاتب الاستشاري العقاري وفي مكاتب المساحه كانوا بيعملوا معوقات كبيره جدا للمواطنين خدت بال حضرتك صعب التطبيق انا قبل ما اصدر القانون واصدرته لازم الناس اللي هتقوم على تطبيقه تكون متدربه عليه انما بيروقراطيه المكتب مش قادره تتغير لغايه دلوقتي مش عارف يعدلها دي فهو كمان انا يعني مش يذكر لما انت بتقول دلوقتي التصالح بيتيح للمواطن ان هو يسجل هذا العقار واصبح ضمن الاقتصاد المصري ضمن الثروه العقاريه المصريه بالظبط خدت بال حضرتك انما هو كده مش ضمن الثروه العقاريه المصريه مش محسوب في مهب الريح مش محسوب خلاصه القول ان في هذا الموضوع بالذات يمكن محتاج انا في اعتقادي ان اخر يوم لتقديم او في حسب معلوماتي مش عارف هذه المعلومات صحيحه ولا لا ان اخر يوم هو باكر 7/8/12 في تقديم الطلبات واعتقد ان هذا غير كافي طبعا والنسبه اللي دخلت هزيله شايفها تعمل عليها اعتقد ان هذا غير كافي ويتعين على السيد رئيس مجلس الوزراء ان يمد هذه المده يمد الفتره واثناء مد هذه الفتره برضو يعدل بقى على السيد وزير الاسكان ان يعني يرسل كتاب دوري لهذه اللجان يرسل لهم مسؤول من الوزاره لكي يعلنهم ويدربهم على كيفية قبول طلبات التقنين والمستندات المطلوبة هي ايه وتطبيقها ازاي والمعاينات ازاي وخلافه يعني يبقى فيه مساعدة بين الشعب والحكومة حتى يتم الحفاظ على الثروة العقارية المصرية ويعيش المواطن المصري آمن مطمئن في منزله لان في منهم اشترى شقه في عماره مبنيه بالمخالفه لاحكام القانون ودفع ثمنها هو لا يعلم والشقه دي تحويشه عمره كلها هو المكان اللي حاميه هو وبيته واسرته وهو ممكن برضه دلوقتي يبقى قاعد في هذه الشقه ولا يعلم ان هناك قانون صدر للتصالح ولم يتقدم بهذا الطلب حتى الان فبرضه عاوزين الموضوع يبقى فيه شق اعلامي وشق اعلاني و مد المدة لكي يتمكن غالبية المواطنين من التصالح. معانا اللواء هشام ابو سنة نقيب مهندسي القاهرة. اهلا وسهلا. مساء الخير يا هشام بيه ازي حضرتك؟ هشام بيه. تقريبا اتصل يا هشام بيه. الو. مساء الخير يا فندم ازي حضرتك؟ مساء النور يا دكتور ازي حضرتك؟ الحمد لله ازي حضرتك؟ كنا بنتكلم على التنفيذ بتاع قانون المصالحات في المباني.
ايوه. فالخطوات بقى التنفيذيه اللي على ارض الواقع فيها صعوبه شويه. والله يا دكتور مساء الخير الاول ليك وضيوفك الكرام وحضرات المشاهدين. طبعا يعني انت عارف حضرتك القانون صدر 8/7 تمام، واللائحه التنفيذيه، ودورنا احنا في النقابه هو اعتماد التقارير السلامه الانشائيه بالظبط من المكاتب الاستشاريه. طبعا يعني انت عارف حضرتك طبعا اولا القانون صدر من السلطه التشريعيه للتيسير على المواطنين وليس للتشديد، هو للتسهيل وللتصالح. يعني هو اسمه قانون التصالح على مخالفات البناء. لا، رقم اثنين هو السلطة التنفيذية المفروض تتجاوب مع المواطنين ويكون في دعاية اكتر من كده وتوجيه للمواطنين، لان توعية المفروض يتعمل له توعية زي ما كانوا بيعملوا التعداد كده. يعني ارجو من حضرتك ومن خلال منبرك الكريم ده اللي الناس كلها بتثق فيه يكون فيه توعية وتوجيه للمواطنين، لان معظم الناس حتى اللي بيقولنا النقابة للاستفسار ما عندهمش فكرة يعني ايه تقرير سلامة ويعني ايه مكتب استشاري ويعني ايه مهندس يروحوا له، ما مش عارفين يعملوا ايه، يفرق ما بين المهندس الاستشاري والمكتب الاستشاري. طبعا القانون اعطى لكيان المكتب الاستشاري الثقة في كونه مكتب استشاري هو اللي يقوم بهذه المهمة مش مهندس منفرد، ويكون متخصص كمان في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية. اللي احنا بنشوفه يا دكتور ابراهيم ان بعض المواطنين ما عندهمش فكرة لا عن القانون ولا عن طريقة تنفيذه معانا ولا مع جهة الادارة، وبتبدأ من هنا الرحلة إذا لم يجد من ينصحه. احنا طبعا فاتحين مقرات النقابة والمهندس يعني احنا قبل المهندسين مشكل لجنة عليا لمركزية لتفعيل هذا القانون بتشرف على كل النقابات الفرعية في كافة أنحاء الجمهورية بالمحافظات عشان يبقى في توعية جوه النقابة. وانا طبعا وانا عضو اللجنه المركزيه وبصفتي نقيب مهندسين القاهره انا بقوم بتنفيذ واجبي مع زمايلي اعضاء مجلس النقابه ومع لجان الاعتماد اللي احنا شكلناها. طبعا احنا شكلنا لجان اعتماد بمنتهى الشفافيه من اساتذه الجامعه والاستشاريين، وشكلنا لجان البت الفني وتعاوننا مع جهات الاداره المحافظه والساده النواب المحافظ وهيئة المجتمعات وزارة الإسكان، وعيننا لجان البت الفني من عندنا بمنتهى الشفافية اللي حضرتك طبعا تعلمها عن نقابة المهندسين. طبعا لا وبدأنا نستقبل الناس سيادة المستشار عايز يقول لحضرتك حاجة. اتفضل يا فندم. هو بس يا باشمهندس احنا يعني كنا عندنا مطلب نقابة المهندسين اللي هي يعني تحاول تقلل من الرسوم المطلوبة من المواطن الذي يتقدم بطلب للتصالح، وجاب التقرير من مهندس استشاري لاعتماده من النقابة لأنه هو يتعين زي ما حضرتك عارف أنه لازم يعتمد من النقابة، النقابة هي الجهة المنوطة بالاعتماد، لأن هذا التقرير بيعد فيه حكم المحررات الرسمية أمام قانون العقوبات عشان سلامة المبنى. فاحنا يعني يا ريت مجلس النقابة يجتمع ويخفض الرسوم شوية تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم على التقدم بطلبات التصالح في هذه المكلفات وتخفيفا على الأعباء المالية، وخصوصا ان احنا لسه بنقول ان هم يعني بيبقى الواحد منهم صرف كل ما لديه من اموال. يعني صدقني معايا المستشار النقابة واحنا بنجتمع كل اسبوع مع سيادة النقيب ومع المجلس الاعلى اللجنة المركزية ومع نقباء رؤساء النقابات، صدقني ما في فرصة للتخفيف او للتسهيل الا وما بنعملها. انا شخصيا نقيب القاهرة انا بقول لحضرتك انا فاتح مكتب 24 ساعة سواء
لتوجيه باختيار المكاتب اللي لا تبالغ في الأتعاب أو في اختيار المعامل والمراكز الهندسية اللي بتعمل الاختبارات أو في الرسوم اللي عندنا. ومش عايز أقول لحضرتك إن في بعض الحالات التصالح إحنا بنتعاون مع صاحب الحالة لكونها حالة لا تستحق إلا إنها مخالفة بسيطة جدا، عمارة عن مبنى خشبي أو تعلية فوق السطوح، بتبقى حاجات تستحق المساعدة مننا، مساعدة بمعنى مساعدة حضرتك. دي مساهمة مجتمعية بقى كده، ما بقتش بالظبط. إحنا يا فندم عايزين ندي اتجاه جديد ورؤية جديدة لإزاي بتتعاون الدولة مع بعضها كأجهزة، إزاي النقابة مع الجهة الإدارة والمحليات وأجهزة المدن، كلنا حتى لو في أي قصور في إعداد المستندات إحنا بنساعد المالك نفسه إزاي يعد هذه المستندات، صدقني يعني. وكل المكاتب الاستشارية اللي شغالة معانا، أنا مش عايز أقول لحضرتك، هم نفسهم بدأوا يخفضوا أتعابهم لما لقوا في إقبال من الناس على التصالح، لأن ما زلنا حتى النهاردة، أنا عايز أقول لحضرتك، نقابة القاهرة لمحافظة القاهرة والمدن المجتمعات العمرانية الواقعة فيها القاهرة الجديدة وبدر والشروق ومايو، كلها ما لم نتعدى 1200 مخالفة اللي تصالحنا عليهم، اللي تقدموا حوالي 1400. وحضرتك توقعاتك ان هم يكونوا قد ايه؟ كل فتره كل يوم المعدل بيزيد حضرتك. انا قعدنا لمده شهر وشويه كل اللي كان تقدم 100 حاله، لكن النهارده بدات العجله تتسارع بصوره كبيره جدا، لما الناس بدات تعرف المكاتب، لما الناس بدات تلاقي ان الرسوم غير مغاله فيها، ما لقت ان المكاتب الاستشاريه ما هو كده الموضوع بتتاهم. محتاج فترة زمنية أكبر، هو محتاج مد الفترة بلا شك يا دكتور إبراهيم. 1200 حالة قليل جدا، توعية أكبر تمام. محتاجين توجيه من الجهة التنفيذية أو الجهة التشريعية بمد الفترة في تعديل التشريع القانوني، مد الفترة لمدة لا تقل عن سنة. الحقيقة تجاوب المكاتب الاستشارية، والحقيقة دي شهادة أنا بشهدها، تجاوب المكاتب الاستشارية النهاردة بعد مرور أقل من 60 يوم كبير جدا تمام. في تحديد وتقليص أتعابها لأقل قدر ممكن تمام. حتى الاختبارات، وجناب المستشار عارف إن في اختبارات مكلفة، الكور تيست واللوحات اللي بتتعمل اسبلت، ويكون مجهود كبير جدا من المكاتب الحقيقه، لان معظم الحالات لا فيها رسومات ولا كانت معمول لها رخص ولا اي حاجه مطلوب لها المحافظه على ارواح المواطنين، ودي اهم ما في القانون يا دكتور ابراهيم. دي اهم نقطه، السلامه الانشائيه، ان احنا نتاكد اولا من سلامة المنشأ، وجناب المستشار عارف ان ده اهم شيء، ما سيادة المستشار من اول حلقة بيقول كده، اهم شيء بالظبط كده، وهو ده الهدف اللي بتسعى ليه الدولة. والحقيقة هو عبء مش مجهود سهل طبعا. على المكتب الاستشاري انه يعمل رسومات اسبلت ويعمل نوتة حسابية ويعمل اختبارات وياخد على عاتقه ومسؤولية عليه برضه، ما هو لازم يطلع حاجة مظبوطة زي ما سيادة المستشار كان بيقول. طبعا يا دكتور إبراهيم، على عاتقه وعلى عاتق اللجان البت الفني برضه، لأن هو مستويين من الإشراف في هذا الموضوع والجهة التنفيذية معانا، إن لازم أهم حاجة المواطن يبقى عارف إنه ساكن ومقيم في مبنى سليم إنشائيا، بعد كده الامور بتبقى سهله والاجراءات ممكن يكون لنا لقاء مع حضرتك تعمل شكل من اشكال التوعيه للخطوات اللي الناس المفروض تعملها، لو وقت حضرتك يسمح يعني. ابعت الكاميرا، اعمل تقرير مصور، وخد حديث مع الناس موجودين عندي تمام. حاجه نموذجيه يا دكتور ابراهيم. لا ما لازم ننقل المجهود اللي انتم بتعملوه ده برضه، يعني ما يبقاش حد بيشتغل ومش متشاف يعني. ازاي المواطن بيخش طبعا. التعليمات اللي بنقولها له، حقه فين تمام، والرسوم محدده ومفيش حد، وبنتعاون
ومشاركه اجتماعيه زي ما حضرتك قلت. تمام. وفي مكاتب انا بشهد بيها، في مكاتب بتقدم كل خبرتها بدون اجر لبعض الحالات. تمام حاجه عظيمه يعني بتقدم لك الشهاده الحقيقه. لازم الواحد الواحد طبعا لازم يقول دور اللي الناس بتعمله كويس. عكس بدايه الموضوع كان في مغالاه في الاسعار، لان الدور ما كانش واضح، الاتعاب ما كانتش واضحه، الناس مش شايفه رؤيه، هيروح ياخد الورق ويروح لمين ويجي لمين. النهارده المسار واضح، وجناب المستشار عارف طبعا لما الامور بتتضح التكلفه تقل. تمام يا سياده اللواء، يعني بنتقدم لك بخالص الشكر ونرتب مع حضرتك لقاء ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا فندم، خير حضرتك. اتمنى ان شاء الله برنامجك يكون ليه الاثر الاكبر في التوعيه للناس. ميرسي يا فندم، اشكرك يا باشمهندس، الف شكر لحضرتك. شكرا. طيب في نقطه كده، احنا طبعا وقتنا قرب يخلص، بس انا في نقطه مهمه جدا عايز الحق ايه اخدها منك، واحنا على حته برضو المخالفات والجزء ده. في مباني مبنيه على اراضي لم تقنن اوضاعها، يعني الارض ذات نفسها دخلت حيز عمراني. الارض نفسها بقى مش المبنى. الارض وفي اراضي يعني مدن جديده تم دخولها في اطار المدن الجديده، زي سفنكس الجديده، زي حاجات كتير، يعني في مجموعه من المدن كتير دي محتاجه تقنن من ناحيتين، يعني محتاجه تقنن كارض ومحتاجه تقنن كعقار. حضرتك دلوقتي بتتكلم بموضوع تقنين الارض نفسها، خدت بال حضرتك؟ الارض المعتادة عليها. بالظبط، الارض المعتادة عليها، هو أو اللي كانت زراعية وحولت لسكنية، الأرض السكنية أو الأرض المملوكة للدولة أو خلافه يعني. بالظبط، هو في لجان موجودة بهذا الخصوص، وحقيقة الأمر إنه يعني اتقدم حتى الآن لهذه اللجان 287 ألف طلب. 287 ألف طلب للتقنين الاراضي. للتقنين الاراضي. تمام. من ضمن ال 287 ألف طلب دول فيهم 172 ألف طلب جاد، والباقي غير جاد. الباقي ورقاته مش مظبوطه. ورقاته مش مظبوطه، وما دفعش او قد الربا الورقه، وما دفعش الرسوم بتاع المعاينه او ما هو ما تعملوش رقم مساحي، ما لازم الرسوم بتدفع عشان يكون رسم الجديه، ولازم يكون مرفق بيها شهاده، يعني لازم يكون فيها رسم كروكي مساحي معتمد مهندس نقابي وبتاع حاجات زي كده. ال 172 ألف طلب منهم جاد، يعني بنسبه 63% من الطلبات اللي اتقدمت اللي جاد، في نسبه 63% جاد. يعني اللجنه فحصت واشتغلت وحرروا لغايه الان 7069 عقد. 7069 عقد تم تحريرهم بالفعل. 7069 عقد، 7069 عقد دول بقى دخلوا الدوله فلوس قد ايه؟ 3 مليارات جنيه، خدت بال حضرتك؟ اذا يتضح جليا ان الاعلام والاعلان وافهام المواطنين مع إتاحة الفرصة في المدة هتكون له آثار إيجابية أفضل لجميع الأطراف. تمام، خدت بال حضرتك؟ يعني يعني احنا اتكلمنا في مخالفات المباني ودخلنا على بالظبط، ما هي دي لب صح كده، الأراضي بتاع الدولة. تمام. بنتقدم لك طبعا بخالص الشكر، احنا طبعا وقتنا جري بسرعة معاك، وسعداء جدا بلقائنا وحضرتك، وريت لو وقتك يسمح ان انت تكون ضيفنا في حلقه ثانيه. ربنا يحفظك يا دكتور، ربنا يكرمك، برضو تفيد المواطنين وتقول لهم عن الحاجات اللي المفروض يعملوها ياخدوا بالهم منها، عشان دي حاجه مهمه، حاجه لمستقبله ومستقبل اسرته ومستقبل البلد. يعني اكيد طبعا ده اهلنا وبلدنا بالزبط. ومصر اللي احنا عايشين فيها يعني، فلازم بالزبط. نكون احنا
فاعلين مع الناس، نعرفهم ايه الصح وايه الغلط ويمشوا فين ويروحوا فين. ده عبء يعني علينا يجب ان نتحمله، ولا سيما حتى كمان الاحزاب السياسيه هي البوتقه طبعا التي تنصهر فيها مطالب الجماهير. الكلام ده طبعا وموجوده بالزبط. امانات لها في جميع ربوع مصر خدمات الى اقصاها، فمشاكل موجوده وبنلمسها ان شاء الله ونحاول نعمل على حلها. بنتقدم لك بخالص الشكر يا سياده المستشار، وبنشكرك على اللقاء العظيم ده. لا تحت امرك، شكرا يا دكتور على هذا اللقاء، وان شاء الله نشوفك في لقاءات اخرى كثيره ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، الى ان نلقاكم السبت القادم 9:00 مساء. نترككم في رعايه الله.